أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. القامة والقيمة والقراءة، ثلاث قافات هي خلاصة جهود العلماء والخطباء والعاملين والإعلاميين الشيعة. القامة أي التطبير، والقيمة تمن قيمة، والقراءة قراءة مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل جهودهم تدور حول هذه الكلمات الثلاث. وكأنه لا يوجد في الدين إلا هذه الثلاث. أين الثقافة الإسلامية؟ أين التربية الإسلامية؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ أين السياسة الإسلامية؟ أين الاقتصاد الإسلامي؟ أين أهداف المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام التي من أجلها نهض، من أجلها استشهد؟ هذه كلمة يروج لها بشتى الوسائل، بشتى العبارات، في شتى اللغات، أن جهود العاملين من المؤمنين من الشيعة تدور حول هذه الأمور فقط. وهذا مؤسف، هذا جانب من جوانب الإسلام. هذه الكلمة لا أقول الذكية، إنما أقول الشيطانية،
اختيرت بشيطنة عجيبة، كلمة قصيرة، بهذه الكلمة القصيرة يضربون جانبين مهمين في الدين. بهذه الكلمة يضرب العلماء والخطباء والعاملون والإعلاميون، بأن هؤلاء مشغولون بأمور لنقل هامشية، أو مشغولون بجانب واحد من جوانب الدين، هذا ضرب لهؤلاء. في نفس الوقت هذه الكلمة بشيطنة عجيبة تضرب هذه الأمور أيضا، تضرب الشعائر الحسينية أيضا. يعني كلمة واحدة تضعيف للعاملين وتضعيف للشعائر أيضا. هذه الكلمة تبين كأن هذه الأمور أمور تافهة أو على الأقل هامشية. بكلمة واحدة يضربون الجهتين مهمتين، الشعائر الحسينية والعلماء والعاملون بصورة عامة. أقول كلمة لهؤلاء وتعليقات سريعة عن هذه الكلمة. أما الكلمة لهؤلاء، لماذا الكثير ممن يروج لهذه الكلمة؟ لا أقول الكثير، أكثرهم ممن يروج لهذه الكلمة يقفون مع الحكومات الظالمة، يدعون إلى نشر أهداف سيد الشهداء. من أهداف سيد الشهداء ضرب الظلم، الوقوف بوجه الظالمين. عادة هؤلاء الذين يروجون لهذه الكلمة عادة من جماعة الطواغيت. أنتم خائفون، أنتم حريصون على أهداف سيد الشهداء، من أهم أهداف سيد الشهداء الوقوف بوجوه الطواغيت. عادة هؤلاء من جماعة الدكتاتوريين، عادة الذين يروجون. البعض لا يروج ولكن يخدع. أنا ليس كلامي عن من يخدع، عن الذين يروجون لهذه الكلمات. أما التعليقات، أولا هذه كذبة كبيرة. جهود العلماء، جهود الخطباء، جهود الإعلاميين، جهود العاملين، جهود أصحاب الدورات التي تكون، جهود الكتاب، هذه ليست منصبة على هذه الأمور، هذا كذب. خذ إليك كنموذج الكتب كمثال، القضية ليست فقط في الكتب، في كل الجوانب. كمثال الكتب، كم من الكتب تطبع للمؤمنين، للشيعة العاملين، للمؤلفين سنويا؟ كم كتاب يطبع؟ قل 10,000، طبعا أكثر بكثير من هذا العدد. 10,000 عنوان بالسنة، من بين 10,000 عنوان كم كتابا تجدونها عن الشعائر الحسينية؟ بالقطع واليقين لا تجدون 100 عنوان. من 10,000 وأكثر من 10,000 لا تجدون 100 عنوان كتاب سنويا عن الشعائر الحسينية، يعني أقل من 1%. أين هذا الكلام؟ أين القامة والقيمة؟ بقية الكتب عن ماذا؟ عن جوانب أخرى في الدين. ما من جانب من جوانب الدين إلا تجد مؤلفون، تجد مؤلفين، تجد كتبا كتبوا عن هذا الجانب. إذن أين الجوانب الأخرى التي نراها بوضوح من جهود هؤلاء العاملين؟ من الذي ببركة الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، الأول والأخير هو، بركاته
ولكن عملياً من هو السبب لنزول بركات الإمام أرواحنا فداه؟ غير هؤلاء العاملين، غير هؤلاء العلماء، غير هؤلاء الخطباء، من الذي يحافظ على دين الناس، على عقيدة الناس؟ من الذي يبعد عن الناس الانحرافات في مجال العقيدة؟ من وقف بوجوه الملحدين غير هؤلاء؟ هذا الإلحاد بهذه القوة التي يسير الإلحاد نحوها ويصعد يوما بعد يوم. لماذا في كثير من مجتمعاتنا الدينية هذا الإلحاد شيء ضعيف جدا؟ لماذا؟ بجهد من؟ بجهد هؤلاء الذين تسمونهم أصحاب القامة والقيمة، بكتب هؤلاء، بخطب هؤلاء، بالدورات التي تؤسس، بالدورات التي توجه، بهذا الإعلام المسموع، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء. من الذي وقف بوجوه النواصب، التيارات الناصبية القوية؟ من وقف غير هؤلاء؟ هذه قامة وقيمة؟ تيار ما يسمى بالعرفان، وهو ليس عرفانا، هو جهل، تيار وحدة الموجود، هذا التيار القوي الذي كاد أن يبتلع ملايين من المؤمنين، من وقف بوجوه هؤلاء غير هؤلاء الإعلاميين والعاملين، غير هؤلاء الكتاب والعلماء؟ هذا التيار جدا بشيطنة عجيبة دخل باسم العرفان. العرفان شيء جدا جميل، العرفان شيء جذاب جدا. من وقف بوجوه هؤلاء غير هؤلاء الذين تسمونهم أصحاب القامة والقيمة؟ هذه قامة وقيمة؟ التيارات المنحرفة الأخرى، من نشر الأخلاقيات بين المؤمنين غير هؤلاء العاملين؟ من نشر اللا عنف بين الناس، بين المؤمنين بصورة خاصة؟ العنف يولد العنف، من الطرف الآخر يوجد عنف، طبيعي أنك تنجر إلى العنف. من الذي روج موضوع اللا عنف بين الشيعة؟ الشيعة بالفعل كأمة أبعد الأمم على وجه الأرض من العنف، أبعد الأمم. أنا لا أقول لا يوجد فيهم عنيف، ولكن كأمة مضطهدة، أمة محاربة، طبيعي تنجر إلى العنف. لماذا من جرت ذلك الانجرار الذي كان يفترض بها؟ من وقف؟ هؤلاء العلماء، هؤلاء العاملون. هذه قامة وقيمة؟ كذبة كبيرة جدا. يعطرون جهود هؤلاء كلها بهذا الجانب، وهذا الجانب طبعا مهم، الشعار الحسينية، وبعبارة استفزازية وعبارة استهزائية. كذب. خذ إليك نماذج، فقيه كبير كتب أكثر من 1000 كتاب، عنده موسوعة فقهية أكثر من 150 مجلدا، عنده دورات من 10 مجلدات، 20 مجلدا، 30 مجلدا، عنده كتب كثيرة. من بين كل كتبه كم كتاب كتب عن الشعائر الحسينية حتى نعرف النسبة، حتى نعرف أن هؤلاء أصحاب القامة والقيمة أم لا؟ لعل كل كتبه عن الشعائر الحسينية لا تتجاوز 20 كتابا أو 30 كتابا، من بين أكثر من 1000 كتاب. يعني كم؟ يعني أقل من 2%، أقل من 3%. بقية الكتب عن ماذا؟ فقيه آخر عنده كتب كثيرة، هؤلاء أصحاب القامة والقيمة يعني، عنده موسوعة واحدة، موسوعة الكلمة، 25 مجلد،
عنده كتب علمية، كتب ثقافية، كتب أدبية راقية جدا، خواطر عن القرآن، كتاب في الخواطر ليس تفسيرا طبعا، خواطر عن القرآن كتاب مميز يعتبر من أفضل الكتب في هذا المجال. كم كتابا عنده من عن الشعائر الحسينية؟ كتاب واحد فقط على ما أتذكر، اسم الكتاب الشعائر الحسينية، فقط كتاب واحد من بين كل هذه الكتب. هذا من أصحاب القامة والقيمة؟ كل كتبه عن مواضيع ثانية. فقيههم الحي عنده كتب، عنده موسوعة بيان الفقه، بيان الأصول، موسوعة ثانية، موسوعة ثالثة، أهل البيت في القرآن، كتب أخرى، كتب علمية، عنده كتاب في الاقتصاد، عنده كتاب في السياسة، عنده كتب، كتب ليس كتابا، لعله ما يقرب من 100 مجلد لعله من بين كل كتبه. الآن لا أتذكر كتاب له في شعائر الحسين، لو كان هناك كتاب واحد كتابين لعله. هذا القامة والقيمة. فقيه آخر يتصدى للهجمات ضد العقائد بكل جهده ويدفع ثمنا باهظا، مئات من المحاضرات المركزة عن ماذا؟ في صد الهجمات العقدية، الهجمات المرتبطة بالعقائد، أكثر جهده في ذلك الجانب. وغيرهم وغيرهم، هؤلاء كأمثلة كنماذج ممن حولهم من المفكرين من الكتاب. خذوا إحصائية عن كتبهم، كتبهم عن ماذا؟ الكتاب من هذا الخط أو من غيره من الخطوط الشيعية العاملة المثابرة، عن ماذا؟ القنوات الفضائية، قنوات القامة والقيمة، أجلس 10 ساعات مرة انظر كم يتحدثون عن القامة والقيمة، 1 بالألف، بالغ بالغ بالغ، 1%، ليس أكثر. نعم هناك فترات فرص خاصة لأشياء، شهر رمضان كمثال فرصة للأمور الروحية، الأمور المرتبطة بالروح. الشخص في شهر رمضان، لا المتحدث، لا العامل، لا الذي يصنع دورة يقيم دورة، لا يركز مثلا في شهر رمضان على موضوع الزواج. نعم موضوع الزواج يطرح، ولكن كتركيز على موضوع الزواج في شهر رمضان لا يكون عادة. شهر رمضان مناسبة للمواضيع المرتبطة بالروح. طبعا 10 عاشوراء فرصة مناسبة للموضوعات المرتبطة، للمواضيع المرتبطة بالشعائر الحسينية، هذه فرصة خاصة. طبعا بصورة عامة في أيام السنة تجدون في القنوات الفضائية هذه قامة وقيمة؟ لا، إلا قليلا، إلا نادرا. كذبة كبيرة أولا. ثانيا، لنفرض أن عالما من العلماء، أن مجموعة من العلماء أصلا تصدوا للقامة والقيمة فقط لهذا الجانب، لشعائر الحسينية المقدسة، يلزم أن نقول لهم أحسنتم أم يلزم أن نثبت عزائمهم؟ إخواني، لماذا الشخص إذا تخصص في مجال يمدح ولكن إذا تخصص في الشعائر الحسينية يذم؟ سؤال. هذا جانب من الدين، الشعائر الحسينية. نعم إذا تخصص شخص في طب الأسنان يقال له لماذا تخصصت في طب الأسنان؟ الجسم فيه مئات الجوانب، من جملة الجوانب الأسنان، وهناك جوانب أهم من الأسنان، أهم بكثير. لماذا ما ذهبت تتخصص في الكلى، في الكبد، في أمراض القلب، في أمراض المخ، في أمراض العظام؟ يقال له هكذا أم يقال له أحسن، جزاك الله خير الجزاء، نعم ما صنعت، تخصصت في طب الأسنان؟ يمدح. لا يقال له توجد هناك جوانب أهم، أنت أهملت كل تلك الجوانب وقفت عند طب الأسنان فقط. يمدح، رفع جانبا. توجد جوانب أهم، نعم توجد جوانب أهم، هذا الجانب مهم أم لا؟ مهم، جزاه الله خير الجزاء، يمدح. أما إذا تخصص شخص في الشعائر الحسينية فرضا عالم من العلماء أو مجموعة من العلماء،
قالوا نحن نريد أن نتخصص في هذا الجانب فقط، كل حديثنا يكون عن القامة والقيمة حسب تعبيرهم عن شعائر الحسينية المقدسة. يلزم أن يقال لهم أحسنتم أم يقال لهم أسأتم؟ جانب مهم أم لا؟ جانب مهم. فرضا لنفرض، لنفرض عالم كل جهوده صرفها في طريق الشعائر الحسينية فقط، في الترويج للشعائر الحسينية، عمل حسن أم عمل سيء؟ الشعائر الحسينية شيء مهم أم لا؟ من أسس الدين أم لا؟ من الأمور التي تنشر الدين في العالم أم لا؟ عجيبة في الجوانب الأخرى، أحسنتم في شعائر الحسينية أسأتم. توجد جوانب ثانية مهمة أيضا، نعم في كل شيء هكذا. حالة، أنا لا أتحدث عن الذين يروجون لهذه الفكرة، أولئك لهم سياسات خاصة، أتحدث عن من ينخدع بهذه الكلمات. إخواني، صفة سيئة جدا 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 الإنسان يرى ما يفعله شيئا حسنا ويرى أفعال الناس أشياء سيئة. الذي يقوم بالقامة والقيمة يعمل عملا سيئا، لا أنا أعمل شيء آخر، أنا أعمل في نشر الثقافة، يعني كأنه الذي يعمل بالقامة والقيمة والقراءة لا ينشر الثقافة، ذاك أيضا ينشر. أنا أريد أن أخذ الجانب الفلاني، ويذكر ما يفعله بتبجح، ولكن الأمر يصل إلى جهود الآخرين، ليل نهار يجهدون أنفسهم. أحد المؤمنين موجود، مؤمن عامل، كان يقول أنا بعد يوم عاشوراء، طبعا بعد يومين لعله من عاشوراء، بعد يوم من عاشوراء أذهب 3 أيام أنام فقط، أقوم أصلي، أكل لي لقمة قليلة وأنام، لأنه 10 أيام جهود، 10 أيام لا نوم عندي، نوم خفيف قصير في إحياء الشعائر الحسينية. يقول 3 أيام أنام فقط، أخذ إجازة أنام، صلاة وطعام قليل وثلاثة أيام نوم، هكذا يتعبون. هذه الجهود كلها أنساها، أسميها قامة وقيمة وشيء ضحل لا قيمة له، شيء هامش وانتهى. والشخص تكلم كلمتين في مجلس، أنا قلت أنا كذا صنعت، يرى أعماله كبيرة، يستعظم أعماله ويستصغر أعمال الآخرين، هذه صفة سيئة جدا. أنت اعمل ما تعتقد به ولكن لا تستصغر جهود الآخرين. ثالثا إخواني، القضية بديهية، الأمور التي تحارب تأخذ حيزا أكبر، هذا شيء طبيعي. أنت عندك أموال، تصرف أموالك في ماذا؟ في راحة جسمك، في السفر، في الطعام، في الملبس، في المسكن، في السيارة، في أمثال ذلك، صحيح؟ أما إذا حوربت تصرف مبالغ كبيرة في حماية نفسك، لعلك تهمل الجوانب الأخرى، تلبس أي ملبس، تركب في أي سيارة، تسكن في أي بيت، ولكن القضية إذا وصلت إلى الحرب تأخذ حيزا كبيرا. الشعائر الحسينية حوربت أشد حرب، حوربت حربا شعواء، حرب الأكاذيب، هذه إحدى الأكاذيب، قامة وقيمة هذه ليست من الأكاذيب، من الأكاذيب وأمثالها. جهة دينية، بعد ديني تعرض للحرب، طبعا يأخذ حيزا أكبر. والدليل على ذلك أنه قبل أن تقام هكذا حرب ضد الشعائر الحسينية، الشعائر الحسينية كانت لها زاويتها الخاصة. اليوم الشعائر الحسينية عندما تتعرض للحرب طبعا يلزم أن تصب جهود أكبر مضاعف. النقطة الأخيرة وليست آخرا، قبل سنوات طبعا هذا نموذج من نماذج كثيرة، قبل سنوات خرج شخص من المنظرين في بلد من بلاد الشيعة معترضا
على حسب تعبيرها العشرات، العشرة المحسنية والعشرة الفاطمية والعشرة الصادقية والعشرة الكاظمية. لا داعي إقامة مجالس عشرة ليالي عشرة أيام، في أيام المحسنية مثلا أو في أيام الفاطمية. لماذا؟ لماذا لا يوجد داعي؟ لأنه احتاج هكذا، لأن هذه العشرات تتعب الناس. أنا لا أعرف برنامج اختياري متعب. الشيء المتعب الإجبار. أما شخص يقيم مجلسا، من شاء فليحضر ومن شاء فليغب، هذا شيء متعب؟ لماذا متعب؟ لا تحضر، لست مجبورا أن تحضر، أجبرك أحد؟ الناس تعبوا، تعبوا من ماذا؟ أجبرهم أحد على شيء؟ يتعبون، قد يتعبون. أنا أقيم في داري كل يوم وليمة غداء مفتوحة للناس، الناس يتعبون؟ لا، من شاء فليحضر ومن شاء لا، هذا متعب للناس؟ أحد أجبر الناس على أن يحضروا في العشرة المحسنية؟ لا. أحد أجبر الناس على أن يحضروا في العشرة الفاطمية؟ لا. مجالس تقام، أنا أريد أن أقيم عشرة ليالي، عشرة ليالي مجالس، عشرة أيام مجالس، لا عشرة أيام، مئة يوم، طيلة أيام السنة توجد هناك حسينيات تقيم مجالس حسينية طيلة أيام السنة. أحد تعب؟ لا. الذي يحب أن يحضر هذه الليلة يحضر، لا يريد أن يحضر لا يحضر. العمل الاختياري، الشيء الاختياري متعب للناس؟ لا. لا تحضر يا أخي، ما أجبرك أحد، طيلة أيام السنة لا تحضر، لا يجبرك أحد. لاحظت الحجة التافهة، يريد أن يعترض. المشكلة هنا، المنظر منظر، هذا طبعا من المنظرين لحكومة من الحكومات، ولكن الكلمات، وهذه الكلمات تؤثر في البعض، بعض السذج يقتنع بالفعل. نعم، عشرة وعشرة وعشرة طيلة أيام السنة، عشرة شيء اختياري. يا أخي قناة خاصة بالشعائر الحسينية، أنت افتح قناة خاصة بالديسكو، لا تحب الشعائر الحسينية افتح قناة ما تحب والعياذ بالله، افتح قناة للرقص، افتح قناة لإشاعة القبائح الرذائل، افتح. فرضا شخص يريد أن يفتح قناة الفضائية في الشعائر الحسينية فقط، لا تعجبك، مجبور أنت تطالع هذه القناة؟ لا. أحد أجبرك؟ لا. رفع هذه الراية، هذه الراية الجميلة الرائعة. لا نسمع اعتراضات على القنوات الخاصة بالرياضة مثلا، توجد قنوات خاصة بالرياضة، سمعتم أحد اعترض؟ بحجة أن الناس تعبوا من الرياضة، كم يرون ينظرون إلى البرامج الرياضية؟ بالفعل تريد 24 ساعة تنظر إلى البرامج الرياضية تتعب، لا يعترض أحد. قناة خاصة بالكرتون، أفلام كرتون، أحد اعترض؟ قناة خاصة بالأفلام، أحد اعترض؟ أما قناة عشر وقتها عن الشعائر الحسينية، أوه قناة خاصة بالشعائر الحسينية لا داعي، يا أخي أنت افتح قناة ثانية، افتح ما يعجبك. مشكلة، توجد مشكلة، خصوصا قضية الظلم الذي جرى على أهل البيت، ليست قضية صغيرة، عجيبة. يعني نحن بعد هذه السنوات لا زالت عقولنا ليست ناضجة، بعضنا. قضية سيد الشهداء قضية صغيرة، مئات القنوات إذا خصصت للشعائر الحسينية كل برامجها كان قليلا. يا أخي الإمام زين العابدين إمام معصوم، طيلة حياته
يبكي في كل فرصة يبكي. بكى حتى قيل له نخشى عليك أن تكون من الهالكين، نخاف تموت. إمام معصوم كل حياته يصرفها في هذه الأمور، ويخرج شيعي يستصغر. ما قدم له طعام إلا بكى، ما قدم له شراب إلا بكى. كان يستغل كل الفرص، لا أقول يستغل، كل وجوده كان في عاشوراء، كل حياته كان في عاشوراء. هذه القضية صغيرة؟ أصلاً أترك قضية سيد الشهداء. أمس كان يوم ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. إمام معصوم يسجن يوم واحد، هذه مصيبة هينة؟ حجة الله على الخلائق كلها. من ذرى العرش إلى تحت الثرى، حجة الله على كل الخلائق. يسجن، لنفرض يسجن يوم واحد، هذه مصيبة قليلة؟ فكيف أنه سجن 4 سنوات في بعض التواريخ، 7 سنوات في بعض التواريخ، 14 سنة، 16 سنة، أكثر من 20 سنة بعض المؤرخين كتبوا. خذ 4 سنوات، 4 سنوات إمام معصوم يسجن، يعني لو بكينا طيلة حياتنا، لو لبس شخص السواد طيلة حياته على هذه المصيبة، أن إماما معصوما يسجن 4 سنوات على الأقل، على أقل التقدير. طبعا لعلمكم الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام سجن أكثر من مرة، هذا السجن الأخير 4 سنوات أو 7 سنوات أو أكثر. سجن في زمن المهدي العباسي من قبل هارون، على ما ببالي سجن في فترة في زمن موسى الهادي، هذا كله قبل هارون، أكثر من مرة سجن، المرة الأخيرة 4 سنوات. هذه المصيبة هي تكفي، فكيف ببقية مصائب أهل البيت نستصغر بهذه الكلمات السيئة وبعضنا ينخدع؟ قامة، قيمة، قراءة، 3 قافات. أنا أضيف قافة أخرى، الذي يعمل، الذي بالفعل يريد أن يكون كل جهوده في القامة والقيمة والقراءة، أقول له أضف قافة أخرى، قامة، استقامة، استقم، استقم على طريقتك، استقم على القامة والقيمة والقراءة، وجزاك الله خير الجزاء. إن كنت غير موفق في هذا الشيء أدعمك، أقبل طريقتك. قامة، القامة والقيمة والقراءة، وقامة، استقامة، استقم. والذي يريد أن يخصص حياته في جانب آخر ديني أيضا أقول له قام، قم، قم بمهمتك في أي جانب من الجوانب الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نستقبل في بداية هذا الأسبوع القادم ذكرى بعثته الشريفة، ذكرى هذه النعمة العظيمة الكبرى، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق آله الطيبين الطاهرين ببركة مولانا وسيدنا صاحب هذا العصر والزمان بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد صلوات الله عليه وصلى على محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد اجعلنا من خيرة خدامهم، اجعلنا من خلص عبيدهم، اجعلنا من خلص التابعين لهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين، ارزقنا في الدنيا زيارتهم، خدمتهم، اتباعهم، في الدنيا والآخرة شفاعتهم، في الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.